بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، متابعينا الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة الشيف رضا شعبان فودة على اليوتيوب. الشعور الحر يا جماعة، عايزين نعمله إيه؟ ما شاء الله، اخترنا بقى شوية طرق كده للشعور السنجاري أو الشعور الحر. هنعمله سنجاري على الفحم وهنعمله سنجاري في صوان. شفنا اللي بالكاري والشعور بالكريمة أو بالصوص الأبيض، وعندنا طبعا النوع الثالث أهو، شايفين ما شاء الله حاجة زي الفل، الشعور الصواني بالصوص الأحمر أو بالصلصة والطماطم. ما شاء الله طلع بالجمال والحلاوة دي إزاي، وشايفين كده معانا شوية سمك بوري، شوية طواجن زي الفل. الطواجن دي يا جماعة بقول لكم أهو، طبعا بالجبنة الموزاريلا، بيض صبيط وسيبيا، جمبري وبطارخ، حاجة بألف هنا وشفا. الطاجن ده يقوم أجدح راجل على ضوافر، يعني ما شاء الله طاجن كامل من كله ومعمول بطريقة جميلة قوي. والشعور قدام حضراتكم شايفين شكله، ده الشعور الحر، هنعمله سنجاري على الفحم أهو. فتحناه من الظهر وتبلناه تتبيلة السمك اللي هي المستردة وبهارات السمك والملح والليمون والثوم والخل والزيت، دي التتبيلة ادت لنا الصفاردة والكركم معاها. نتبل بطن السمكية كده بعد ما نفتحها من الظهر ونغسلها غسلة كويسة، ونديلها الصوص ده هوت اللي هو عبارة عن كاتشب ومستردة وصلصة وعصير برتقان وليمون وزبدة، طبعا كل ده مع بعضه كده بنقلبه، يطلع معانا السمك تخين شوية كده بعد ما نحط الخلطة ونتبل السمكاية تتبيلة كويسة، ندهنها بالصوص وعلى شبكة وندخلها الفرن. الخلطة طبعا انت ومزاجك، نقطعها طرنشات ماشي، نحط فلفل الوان، فلفل اخضر وطماطم وبصل ماشي، عايزين نبشر شوية جزر ماشي، نحطها كده بطريقتنا المعينة او نشويها بعد ما نسوي السمك من غير خلطة بالصوص كده والحاجة دي، ونشوي الخضار اهو، الخلطة دي نشويها في جنب كده ونحطها ماشي. كل ده يمشي وده يمشي اهو. تبلناها يا جماعة، قلنا التتبيلة بتاعتنا اللي هي عبارة قلت عن توم وفلفل اخضر وكركم وبهارات سمك وملح وخل وزيت. ايه هي البهارات بتاعت السمك اللي بنقول عليها دي؟ هي العادية، الكزبرة الناشفة والتوم والكمون والقرفة والكاري او شوية فلفل اسمر كده، ودي الطواجن هي قبل ما نسويها اللي هي بيض الصبيط والبطارخ والجمبري والسيبيا، حاجة زي الفل. شفتوا لما دخلنا السمكية بالصوص طلع شكلها عامل ازاي؟ اهو شبه الفطير البلدي، شايفين الفطير المشلتت؟ طبعا عاملين له فيديو تحت في القناة لو عايزين تشوفوه، كان يعني عاملين فيديو للفطير المشلتت كان روعة، فيديو في منتهى الحلاوة، خطواته سهلة وجميل، ادخلوا على القناة شوفوه. طبعا احنا عملنا فيديوهات للسنجاري قبل كده، بس احنا معانا شعور فلازم نشوف شكله بنسويه ازاي وبنفتحه ازاي وبنعمله ازاي على شبك بالشكل ده كده اهو. طبعا الخلطة قلت لو هتسووها في جنب كده في طاسة تيفال او على الجريل، او تشوها طرنشات كده في صينية او على شواية بيبقى زي الفل اوي، ونحطها بعد السمكية ما تاخد اللون ده كده نحط الخلطة. عايزين نحط الخلطة مع الصوص مع التوابل، شايفين بقى الكاري اهو، الكاري مع المستردة مع الكاتشب مع الصلصة وعصير البرتقال والزبدة والليمون، عامل شغل عالي في الشكل بتاع، طعمه يجنن يجنن أي حد بصراحة، خصوصا بقى الأطفال يحبوا الصوصات والحاجات الحلوة دي قوي. البتر فلاي بقى أهو، وعاملين له فيديو برضه على القناة، هتلاقوه معمول الطريقة والتفصيل والصوص بتاعه زي الفل. دي الصواني بقى بالكريمة، طبعا طريقتها سهلة قوي أهي. طبعا دي مش سمكية كاملة، ده نص سمكية، يعني سمكية ياسمين على اتنين. نحط بقى الطواجن تاخد وش. هتقول لي الطواجن دي اتعملت ازاي؟ هقول لك لا، ده عايز لها فيديو كامل، يبقى تعملوا لنا لايك للفيديو بقى وتشتركوا لنا في القناه، تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا الجرس، ان شاء الله هننزل بقى الفيديوهات اللي هنعملها وهتشوفوها باذن الله. الصينيه بعد ما بنعملها كده بالكريمه، وطبعا الموضوع بتاع الكريمه ده والسمك وتتبيلته وشرحه وتفصيله عايز برضه وقت وعايز فيديوهات. طب احنا شرحنا السنجاري على الفحم وشرحنا التتبيله وشرحنا الصوص ايه اللي تعملوه وتدخلوه الفرن، مفيش شبكه عندنا يا شيف رضا، نعملها ازاي؟
اللي هي الشعور اللي قدام حضراتكم ده، لو ما فيش شبك زي كده هتعملوها ازاي؟ هتعملوها في صينية عادي، بس تحطوا تحت منها شوية خلطة عشان ما تلزقش في الصينية، وشوية زيت وسنة ماء صغيرة كده وتدخلوها. شايفين شغل الشبك اهو؟ طبعا انا وانا بشرح كده بقول لكم ده سنجاري على الفحم. طب ليه انا قلت على الفحم؟ بصوا يا جماعة، لو احنا هنعمل الشعور سنجاري على الفحم يبقى لازم نحطه على شبكة كده وندخله الفرن الاول ياخد اللون، وبعد كده نحطه على شواية الفحم لو عندنا فحم، يبقى اسمه شعور على الفحم. شايفين ما شاء الله، ده بقى صينية الكاري، شعور بالكاري. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الشكل يبهر يجنن، العين تاكل قبل البق، ما دام عينك هيجيبها الاكل الله. اعملوا لايك للفيديو يا جماعة ما تنسوش. وشايفين بقى بقية السمك روعة. طبعا خد الوش بتاعه في الشواية، نبدأ بقى نحطه على الفحم. ما فيش فحم يبقى نحطه على الشواية. حلو قوي، الصينية دي كده خلصت. موضوع الكاري ده بقى عايز له فيديو تاني. قلنا لحضراتكم معانا اصناف كتيرة ومحتاجة فيديوهات، والفراخ ده مش عارف ايه اللي جابها قدام الكاميرا. المهم نكمل، احنا عملنا برضه فيديوهات للفراخ كتيرة قوي. خلينا يا جماعة في يا عم انت صورنا، صور الشعور، احنا ايه اللي جاب الفراخ مع السمك يا جماعة؟ ده حتة تانية كده حركة يعني، ها وراك وصدور واللازم منه يعني. خلينا بقى في الكابوريا والحاجات بتاعتنا بتاعت النهاردة، والبطارخ وبيض الصبيط بتر فلاي. ما تنسوش الفيديو يجنن على القناة، روعة. والصواني بتاع ده عاملين فيديوهات حلوة جدا للفراخ، ادخلوا برضو شوفوها وتعالوا بقى اوريكم. تعالوا كده، اللايك يفرق معانا. السمك دخلناه الشواية هو ياخد وش، وقلنا وديت صينية جمبري بالخلطة، مكرونة سباكيتي، حاجة زي الفل اهو. استوى الشعور، استوى الشعور يا جماعة قلنا، وطبعا خد اللون ده كده والشكل الحلو ده، وكشفنا عليه، والصواني خدت الوش بتاعها والغلوة بصوص الكريمة او الصوص الابيض، وحطينا على جبنة موتزاريلا كده وطعمناها كويس، وخدت الغلوة بتاعتها على الشواية والوش. وده شكل السمك السنجاري على الفحم. يا عم رضا فين فين الفحم؟ انا بقول عشان الفحم ده هو افضل حاجة للشوي السنجاري، نحطه على شبكة وندخله الفرن بتاعنا العادي ياخد وش بالشكل ده كده. اي فرن في البيت ياخد الوش كده، ونطلعه بقى يكون عندنا الفحم، نحطه بقى يكمل سواه من تحت على الفحم، ياخد ريحة الفحم ويطلع زي الفل، يبقى اسمه شعور سنجاري على الفحم. انما لو هنعمله بقى، مش احنا حطيناه على الشواية على الزهرة؟ الزهرة دي لما السمكية بتستوي عليها وبتدخن كده تحت منها على شبكة بتاخد ريحة الفحم، فاهمين كده يعني؟ انا مثلا تعملوا الفحم، الفحم يبقى الفرق عرفناه، والافضل ان احنا نعمله على الفحم. تعالوا بقى ما شاء الله، الصوص بالكريمه بعد ما خد وش، احنا لو عندنا طبعا في البيت بنولع تحت وفوق ونسيبه على الهادي ياخد اللون ده كده، وطبعا الفلفل الالوان اللي احنا حاطينه ده ينحرق معانا، والسمكيه يبقى لونها بالشكل ده كده. نطلعها بقى تاخد غلوه من فوق كده على الشوايه، او لو في الفرن عندنا بنهدي النار من فوق ونظبطها من تحت عشان تستوي السمكية. طيب لو عايزين تغطوها بسيلفر وتغلوها الاول لما تستوي وبعد كده تدولها وش، يبقى زي الفل، اسرع واسهل معاكم. الشرح مبسط سهل قوي. صوص الشعور السنجاري الحر عرفتوه، طريقته في على الشواية او في الفرن او على الفحم، يا رب اكون وضحت. اما بقى عن الصواني دي والبطاطس وغيره والجمبريات، لا ده قصة محتاجة حلقات وتصوير يكون مفصل كل شيء. طبعا معنا سمكتين تانيين اهو بندخلهم، التانيين طلعهم، وده غيره شغالين اهوت في شغلنا العادي، ايش قاروص وناجل وبوري، حاجة زي الفل. كوكتيل النهاردة من الاكل، حاجة تفتح النفس وتشهينا كلنا لعالم الأسماك والمشويات بصفة خاصة، هي الأفضل والصحية يا جماعة أهو. طبعا احنا اخترنا النهاردة الفيديو كده نوري لكم الأشكال الجميلة والطريقة الحلوة. عايزين تعملوا الشعور بالشكل ده كده اعملوه، ولو عايزين تعملوا بوري بالشكل ده كده يمشي، أروس، أي حاجة تمشي على الفحم
في الصواني بالشكل ده كده. ان شاء الله هقدم لكم حلقات بقى عن الصوص الابيض ده، واعمله لكم بطريقتي الخاصه، حاجه صوص تاكلوه كده هيطلع معاكم زي الفل ان شاء الله وزي الشهد. يبقى عملنا البوري صواني ومشوي على شبك في الشوايه او على الفحم، وورنا لكم كوكتيل كده من الفوسفور والطواجن. انتظرونا فيديوهات قريبه بقى. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. الى اللقاء.